أعطيكم أذكركم بتشكيلة الزوز فرق نتابعوا المخالفة للنادي الإفريقي. تقريب 35 متر على مرمى الحارس بلال السويسي في انتظار التنفيذ. وحكم صادق السالمي قاعد ينبه على جدار لاعبي نجم المتلوي في اللقطة والمخالفة الأخيرة يعطي إشارة التنفيذ. الكرة لنادر الغندري، هدف ثاني في المباراة، هدف ثاني في المباراة بعد مخالفة كانت ولا أروع. يتصدى الحارس بلال السويسي، ترجع الكرة قدام لاعب الإفريقي، يحط الكرة في الشباك برأسية.